صباح الخير، صباح الخير يا بنات، صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا دكتور، يعطيك ازيك يا العافية. محمد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا دكتور، الله يا يعطيك رب العافية. يا رب دايما. دكتورة، حتى يعني يجمع أكثر عدد من الشباب عشان السيمينار، نيل، إحنا إن شاء الله تعالى جاهزين، وعشان شو اسمه، عشان المناقشة، إحنا متى التاريخ إن شاء الله تعالى؟ حاضر حاضر، إن شاء الله نحدد النهاردة آخر 10 دقايق نتكلم في الجدول إن شاء الله، في التوزيع. بالنسبة دكتورة للسيمينار اللي بخص إحنا عشان الأوتيزم، إحنا اخترناه، فعادي نبعث لي يعني نبعث المختصر ونبعث لك الثاني، ولا يعني على الواتس، ولا بس يكفي؟ لا، ابعته وارفعه على طول على المنصة. خلاص تمام. ما دام التزمتوا بالاوت لاينز اللي اشرت اليها، خلاص توكل على الله وارفعه على النص. ان شاء الله ماشي. امر الله تعالى. وفكرني خلاص في نهايه السيشن النهارده اخر 10 دقائق نتكلم في يكون العدد الناس زاد على القائمه، نتكلم في الوقت. تمام يا دكتور، بامر الله. ربنا يكرمكم جميعا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اللي يدخل يكتب اسمه على قائمة الشات يا جماعة. الناس اللي موجودة، كل اللي يدخل في قائمة البارتيسيبانت يكتب اسمه على الشات. عرفتوا مواعيد الامتحانات صح؟ تمام يا دكتوره، وصلنا طيب. على بعد طيب، التعديل لان وصلنا. في بعض مش الماده بالنسبه لنا، في بعض بناء على الفيدباك من بعض الطلبه اللي كان عندهم 3 اختبارات في نفس اليوم، تم تعديل بعض من المواد. وصل لكم التغيير الجديد او الجدول بالتغيير؟ تمام، وصل يا دكتوره. طيب، غلبتوني فيه، قعدت اعمله امبارح يعني. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتورة. يا رب يخليك، ربنا يوفقك يا رب. دكتورة، طب كيف طبيعة الأسئلة راح تكون؟ احنا خلصنا من ده، نخش في اللي بعده. هتفرق بقى يعني؟ هتفرق؟ يعني في ايه؟ صراحة لما كده. يكون يعني لما يكون نيرتن مثلا راح أيوة. يختلف التايم، أيوة. انه راح اخذ وقت اكثر من انه خلاص بقى يعني. يعني هتاخدي وقتي، شكله ايه الوقت يعني؟ ما انت الامتحان عندك ساعة. يعني ساعة، ثانية واحدة، ساعة وبعشرين علامة، هي دي جديدة؟ وقاعدة في مكانك يعني ما فيش توتر في شيء، دي جديدة؟ ومش ده العادي؟ وبيبقى كمان أكتر من 20؟ يعني أحيانا بيبقى الامتحان انتوا بتاخدوا في الفاينل مثلا، اللي هو المفروض السيشن ده ساعتين، ما بتكملوش فيه منكم، ما بيكملش ساعه، والامتحان بيكون عليه 40 علامه. صح ولا لا؟ صحيح. صح ولا لا؟ صحيح يا دكتوره. يلا على خير ان شاء الله. خلينا ان شاء الله لو في مجال اخر المحاضره. انتوا ايه يوم 11 صح؟ امتحانكم 11 على الجدول. طيب لسه في بس ذاكروا ادرسوا بس الماده الاول، موضوعين زي ما انا قلت لكم، المنتال هيلث ومنتال انس وموضوع البرنسبل، ذاكروه وتوكلوا على الله. ان شاء الله. وامر الله تعالى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنسوش ان بس بعد العيد بقى بامر الله يكون مطلوب منكم ايه؟ اساينمنت، عشان لسه في 10 علامات زي ما اتفقنا ووضحت لكم هذا الامر امبارح يعني. ان شاء الله يا دكتور. وامر الله يبقى امر الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف احنا وصلنا لفين امبارح. اخدتوا بالنصيحه وبتدرسوا اول باول هذا الشابتر ولا لا؟ عشان ما يترقمش عليكم ان شاء الله. طيب خلينا نبتدي من كلامنا بدايه من الموتور بيهيفير. زي ما اتفقنا، الموتور بيهيفير ما يقصد به الحركه او النشاط الحركي. مشاكله كالتالي: ابتدينا اول مشكله او اول ديستربنس تحت عنوان ايكوبراكسيا. ايكوبراكسيا يعني ايه ايكوبراكسيا بقى؟ ما ايه المقصود بيها؟
ايه المقصود بالايكوبراكسيا او معناها ايه؟ معناها بالعربي صدى الحركه يا دكتور. اللي هي ايه يعني؟ اللي المريض بيعمل ايه؟ بيقلد نفس الحركه بشكل غير ارادي. ايوه دون تحكم، يعني ما بتحكم بالامر. تمام، خارج عن السيطره، خارج عن الاراده، وبشكل متكرر يكرر حركه الشخص اللي قدامه. بالظبط زي ما انا قلت لكم، ببدل المريض اللي عنده ايكوبراكسيا بالمرايه. المرايه اللي بيحصل كل حركه انا بقوم بيها، كل اشاره ايا كان نوعيه الحركه او شكل الحركه اللي انا بقوم بيها بيقلدني فيها بالظبط، وهو زي المرايه. تمام. طيب بعد كده انتقلنا على الكاتاتونيا. والكاتاتونيا هي عباره عن ايه؟ موتور انوملس او موتور ابنورماليتي، يعني عيوب في الحركه، عيوب حركيه. بس العيوب دي ان موجوده، ان نون اورجانيك ديس اوردر، موجوده في مشاكل او امراض او اضطرابات غير عضويه. وتحديدا فين؟ فيما يعرف بالكاتاتونيك سكيزوفرينيا. كاتاتونيك سكيزوفرينيا او كاتاتونيك شيزوفرينيا اللي هو بالعربي الفصام التخشبي. تخشبي جاي من ايه؟ من مصطلح خشب يعني. ايه هي بقى الكاتاتونيا؟ اولا عندي الكاتاليبسي. الكاتاليبسي ده عباره عن ايه؟ تمثال شخص بياخد بوزيشن معين، مع بغض النظر اذا كان البوزيشن ده بينفول ولا لا، يوجوال ولا لا، وبيفضل ايه؟ وبيفضل متشكل على هذا الوضع. تمام، كونستانتلي مينتيند، يعني بيفضل محافظ على هذا البوزيشن لحد ان هو يشبه التمثال. التمثال بس، مش التمثال الشمعي، التمثال فقط، او كانه بالظبط حصل له تجميد، فريزنج، اتجمد في ايه؟ في البوزيشن اللي هو عارف. كاتاتونيك اكزايتمنت، الاكزايتيشن، الاثاره او الاستثاره، معناها حاله من الاجيتيشن. الشخص بيكون اجيتيتد، والحركة أو النشاط الحركي العنيف ده بيكون purposeless، ليس منه غرض، وuninfluenced by external stimuli، وغير متأثر بوجود منبهات من الخارج أو في الانفايرومنت اللي هو فيه. عكسها الكاتاتونيك ستيوبر، markedly slow motor activity، بطء ملاحظ في النشاط الحركي قد يصل هذا البطء الحالة من السكون، often to a point of immobility and seeming unawareness of surrounding، ويبدو على الشخص ان هو غير مستجيب للاستيمولاي من حوله. عندي الكاتاتونيك ريجيديتي، التخشب ده بقى او المقاومه دي معناها ايه؟ معناها ان في assumption of a rigid posture، يعني الشخص بيقاوم كل المجهودات لتحريكه، في مقاومه عاليه. عكسها تماما الواكس فليكسيبيليتي او السيريا فليكسيبيليتي اللي هو تمثال الشمع. انا بتعامل مع احد اجزاء او اطراف من جسم الشخص كما لو انه مصنوع من مادة الشمع أو من الصلصال أو مادة طينية. اللي بيحصل مفيش أي مقاومة بالمرة، غيرت من شكله أو غيرت من وضعية جزء معين من جسمه، زي ما قلت لكم، أنا وأنا معدية كده رحت إيه؟ لقيته قاعد، رحت رفعت إيده لفوق، أخدت إدراعه اليمين ورفعته لفوق، يفضل زي ما هو. مفيش، بتتعامل مع مادة شمعية، مفيش أي ريزيستنس بالمرة، ويفضل مرفوع زي ما هو. تمثال الشمع انت لو غيرت عليه حاجة او غيرت فيه شيء، مش هيبقى فيه لا مقاومة ولا هيرجع يعدل من نفسه تاني، يفضل زي ما انت شكلته. وانت راجع بعد شوية تاخد دراعه اللي انت رفعته ده، نزله ولا حركه يمين شمال ايا كان، او للداخل او للخارج، هيفضل معاك زي ما بتشكل. وبعدين اتكلمنا عن النيجاتيفيزم اللي هي السلبيه او العناد. ليها شكلين، في منها الاكتيف وفي منها الباسيف. الاكتيف اللي هو ان الشخص يعمل عكس ما يطلب منه، عكس ما يطلب منه، اقفل الباب وراك يوم فتح، افتح الباب يوم يقفل. اما الباسيف اللي هو الشخص غير مطيع للاوامر، اقفل الباب ما يردش، ما يعملش اللي بيطلب منه. فدي النيجاتيفيزم. بعدين الاستيريوتايبنج. الاستيريوتايبنج او الاستيريوتايبد موفمنت اللي هي النمطيه في الحركه، بمعنى ان الشخص بشكل ريبيتيتيف، بشكل متكرر، ارجنت، بيربوسليس، بشكل عاجل وليس هناك غرض ما ولا فانكشن معينه، اند نون فانكشنال موفمنت، يبقى في حركه
بالمواصفات دي، يبقى الشخص بيقوم بحركه بالمواصفات دي بشكل متكرر وعاجل وليس منها غرض ولا تحقق اي هدف او وظيفه. يتحرك ازاي؟ يتحرك كليه بجسمه كله، رايح جاي رايح جاي رايح جاي في اتجاه مثلا ايه، عمودي، اتجاه راسي، اتجاه افقي، بياخد دايركشن معين وبيقوم بنفس الحركه ويفضل يكرر فيها، او بشكل دائري، او لو في درج عندي يفضل طالع نازل طالع نازل، لدرجة إيه؟ لدرجة زي ما إحنا اتفقنا يخيل يخيل الناس اللي حوالي أو الأشخاص اللي حوالي. المانرزم، إيه هي بقى المانرزم؟ العادة، يعني العادة، اللازمة الحركية بين قوسين العادة، بالشكل هابيشوال إنفلانتر، بالشكل اللا إرادي. بس هنا المانرزم اللازمة الحركية دي لجزء من الجسم، لجزء من الجسم أو بإشارة معينة. يبقى انا عندي عشان بس نفرق، لان في حاجات كده هتبقى متداخله في بعضيها شويه. الستيريوتايبنج الشخص بيتحرك بجسمه كله حركه معينه ويفضل يكرر فيها. المانرزم هي لازمه او عاده حركيه بس بتمثل ايه، جزء من الجسم او اشاره. زي ايه؟ زي اللي بيرفع حاجب وينزل حاجب، زي اللي بيقعد يخبط برجليه او برجل واحده وهو قاعد، كما في اشاره لبعض الناس في حاله القلق. المهم ان هو في لازمة حركية عنده الشخص بيعملها بجزء من الجسم أو في إطار إشارة بالشكل اللي يمثل عادة وبالشكل اللي إرادي. عندي البيرسيفيريشن. البيرسيفيريشن معناها بالعربي يعني المواظبة، المواظبة. الشخص لما بيواظب على شيء معين، ممكن المواظبة هنا تبقى في إطار الكلام أو في إطار الحركة. بما إن بنتكلم عن النشاط الحركي فهنقول عنها دلوقتي في الحركة. المواظبة في الحركة يعني ايه؟ يعني البيرسيفيريشن يعني involuntary repetition، تكرار ايضا بشكل لا ارادي للكلام زي ما اتفقنا، وذا سيم صوت فريز اور موتور ريسبونس. طيب على مستوى الحركة، يبقى الحركة اللي بيواظب عليها تبقى زي ايه؟ زي البراشنج تيس او الووكينج. برضو فكرة مثلا على سبيل المثال غسل او فرش الاسنان، بيفرش سنين. احنا لما بنيجي نفرش سناننا بيبقى لمده معينه عشان نكون ملتزمين بالتكنيك الصح في اتجاهات معينه. ده بنغسل سناننا فوق لتحت، من الداخل للخارج، يعني بيبقى في التكنيك بنقوم بيه لفتره زمنيه معينه وخلاص، مده دقيقه مده دقيقتين اقصاها وخلاص. لكن يفضل الشخص مواظب على حركه زي كده، دي ايه؟ ده خلل ايضا في النشاط الحركي. عندي حاجة اسمها automatic obedience. يعني ايه automatic obedience؟ ترجمتها تكون ايه؟ الطاعة automatic يعني شيء تلقائي، automatic يعني شيء تلقائي، obedience طاعة، يبقى مع كلها على بعضيها الطاعة العمياء. هي عكس 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 النيجاتيفيزم. النيجاتيفيزم يا بيعمل العكس يا ما بيعملش اللي بيطلب منه، مش كده؟ الاوتوماتيك اوبيديانس الطاعه العمياء. يعني ايه طاعه عمياء؟ يعني انا ما بطلب من الشخص اللي عنده الاوتوماتيك اوبيديانس طلب معين، طلب معين ينفذه بالحرف، ينفذه كما طلب منه بالظبط، بغض النظر عن ما اذا كان هذا الطلب وبيمثل خطوره عليه او خطوره على اي حد، أو الطلب ده له قيمة أو تافه، أيا كان. بالظبط هنا بنشبه الشخص اللي عنده الأوتوماتيك أوبيديانس بالروبوت، بالإنسان الآلي. الإنسان الآلي اللي بيحصل أنت بتبرمجه، في لي برمجة على تعليمات معينة بيعرضك فيها، لا زي ما بتقول له عدة أوامر ينفذها فبينفذها بالظبط، مش كده؟ هي دي نفس الفكره. في حال الاوتوماتيك اوبيدينس الشخص بالشكل التلقائي اوتوماتيك عن كويشن، يعني الشيء اللي بيطلب منه ما بيرجعش يسال فيه، ما تقولهوش مثلا افتح الشباك وارمي نفسك، هيقول لك ايه ارمي نفسي، دي فيها خطوره عليا، لا اللي بيطلب منه بينفذه بالحرف. اند ايميديت اوبيدينس، وبشكل عاجل على طول بيطيع الايه، الاوامر او الطلب اللي بيطلب منه. اوف اول كوماند ان روبوت لايك فاشن.
بغض النظر even the most manifestly absurd and dangerous one، وبغض النظر عن ما كان اللي بيطلب منه هو شيء له قيمة أو تافه أو شيء بيمثل خطورة ولا لا. يبقى ده معنى الأوتوماتيك أوبيديانس، الطاعة العمياء، تنفيذ كل التعليمات أو كل الأوامر دون أي اعتراض أو سؤال أو استفسار بشكل عاجل وسلم. عندي الميوتيزم. يعني ايه ميوتيزم او ميوت؟ يعني صامت بدون صوت. ايوه، بس هنا في فرق بين الشخص لما يكون ميوت وبين ان يكون سايلنت. الميوت ده اللي هو زي ما نقول ابكم، ما بيتكلمش. بس هنا السبب مش سبب اورجانيك، فويسلسنس. يعني ايه فويسلسنس؟ يعني الشخص ما بيطلعش صوت، ميوت تمام، ما فيش منه أي صوت. without structural abnormalities، السبب فيها مش سبب organic، مش سبب مثلا في vocal cord في الأحبال الصوتية أو سبب أي سبب آخر organic عموما يعني. لا، هو السبب عندي هنا إن حالة الميوت أو حالة الميوتزم بنشوفها بين نوعين من المرضى. يعني المريض في حال الـ major depression أو الـ severe depression تمام، الاكتئاب الشديد بيعدي عليه أوقات وأيام لا يصدر أي صوت تماماً، ما يطلعش منه أي صوت. طبعاً الشخص اللي عنده اللي في حالة ميوتيزم ده لا بيتكلم ولا بيصدر منه أي صوت ولا بيتحرك تمام. لانه لو تفتكروا ما قلنا السايكوموتور اكتيفيتي، النشاط الحركي اللفظي، النشاطين دول مرتبطين ببعض. ما فيش كلام مش هيبقى فيه حركه، في كلام بمعدل بطيء هتبقى فيه حركه بمعدل بطيء، في كلام بالشكل الريت الطبيعي فهيبقى فيه حركه في الريت الطبيعي، في كلام سريع في الريت في حركه سريعه في المعدل تمام كده. طيب يبقى الميوتيزم اللي هو الشخص أبكم لا يحدث أي صوت، لا يتكلم، لا هو بيبادئ ولا هو بيبادر ولا حتى على مستوى رد الفعل، ميوت تمام. بنلاقيه زي ما اتفقنا مرضى السيفير ديبريشن أو النيجر ديبريشن ومرضى الكاتاتونيك سكيزوفرينيا اللي عندهم خلل في الحركة زي ما قلت لكم الكاتاتونيا. فإذا مرضى السيفير ديبريشن بيعدي عليهم أيام لا يحدثوا أي صوت إطلاقاً، أقعد أتكلم معاه من هنا لبكرة مش هيرد عليك، مش هيتفاعل معاك، مش هيتجاوب معاك، مفيش أي صوت، مفيش أي كلام، ولا وأيضاً مرضى الكاتاتونيك سكيزوفرينيا أو شيزوفرينيا اللي هم مرضى الفصام التخشبي. في أي استفسار لغاية دلوقتي؟ تمام إن شاء الله. الناس اللي معايا في القائمة غير محمد، أي استفسار؟ لا دكتورة. طيب. لا دكتورة. هنتكلم عن الأوفر أكتيفيتي ونقول أشكالها إيه. هنا إحنا عندنا مستويات الأكتيفيتي، يا الشخص بيكون أكتيف يا هايبو أو هايبو أو أندر أكتيف، يعني في بطء في الحركة أو بطء في النشاط الحركي، يا هايبر أو أوفر أكتيف. يبقى عندي اكتف اندر او هايبو نفس المعنى، نقص اوفر او هايبر نفس المعنى الزياده تمام. هنا هنشوف اشكال الهايبر اكتيفيتي او الاوفر اكتيفيتي، يعني لما يكون في افراط او في نشاط حركي زياده هيبقى شكله ايه او تحت مسميات وضعها ايه. في عندي حاله اسمها سايكوموتور اجيتيشن، اتفقنا سايكوموتور ما يرتبط بالنشاط الحركي واللفظي، الحركي واللفظ والكلام يعني. طيب اذا لما نقول سايكوموتور اجيتيشن يعني ايه بقى؟ يعني في اكسسيف موتور اند كوجنيتيف اوفر اكتيفيتي، يعني في نشاط حركي زائد ونشاط معرفي. ما هو الكلام ده جاي بناء على ايه؟ ان في انتاج عالي الكلام السريع ده ينم على ان هناك انتاج عالي على مستوى الفكر وعلى مستوى النشاط الذهني والمعرفي تمام. فاذا في حال السايكوموتور اجيتيشن الشخص بيكون وضعه ايه؟ بيكون في زياده في الحركه من المعنى اجيتيشن متهيج، ففي زياده
في النشاط الحركي مقترن بزيادة أيضا في الكلام أو النشاط اللفظي. تمام؟ طب الوضع هنا بيكون ليه؟ ده usually non-productive، يعني لا الكلام الزائد ولا النشاط الحركي الزائد والواضح واللي مبالغ فيه له أي هدف. And in response to inner tension، وفقط كرد فعل أو استجابة لحالة من الشد الداخلي بالنسبة للشخص. ده psychomotor agitation. في عندي hyperactivity أو hyperkinesia. hyperactivity يعني إيه؟ يعني في حالة من النشاط الزائد متمثلة في نشاط زايد، يعني في restlessness. في restlessness يعني إيه؟ يعني حالة من عدم الاستقرار. يعني إيه؟ يعني الشخص ما بيقعدش في مكانه. تمام؟ يعني المفروض إن في الطبيعي إحنا بنقعد شوية لمدة معينة لهدف معين، لما بنقوم بحركة بيبقى لها هدف، لما بنتمشى بنغير من وضعيتنا أيا كان الوضع، ففي هدف من الحركة اللي احنا بنقوم بيها. لكن الشخص في حال الهايبر اكتيفيتي او الاوفر اكتيفيتي في حالة من عدم الاستقرار، ما يركز في مكان، ما يستقرش في مكان، ما يستقرش في وضعية معينة، لا هو واقف لمدة ولا هو قاعد لمدة ولا هو بيتمشى لمدة، في حالة كده ايه من العشوائية في الحركة او حالة من عدم الاستقرار. طيب ترتقي للاجريشن، للعنف. تمام؟ لانه الاجريشن، حاله الاجريشن او الشخص هو اجريسيف او اجريسور، بيكون نمط الاكتيفيتي بتاعته شكله ايه؟ بيكون ديستركتيف اكتيفيتي، يعني نشاط مدمر. طب النشاط المدمر ده لمين؟ للشخص نفسه ولايه؟ اللي حوله والانفايرمنت والناس اللي حواليه، مش كده؟ فاذا الهايبر اكتيفيتي او ما يعرف بالهايبر كاينيزيا هي حاله من عدم الاستقرار، الشخص ما بيركز في مكان لفتره معينه، حالة من الاجريشن العنف اللي هو بين قوسين destructive activity، اللي هو وارد جدا ان الشخص يبقى مصدر ضرر واذى عليه هو مبدئيا وعلى الناس والانفايرومنت من حواليه. في عندي حاجة اسمها تيك. التيك دي عبارة عن ايه؟ التيك دي عبارة عن involuntary بشكل لا ارادي spasmodic motor movement، يعني حركة بتتم بالشكل الغير إرادي أو لا إرادي، بس الحركة دي ناتجة من سبازم أو ناتجة من muscles سبازم. تمام؟ عضلي. نعم. زي إيه؟ حد عنده مثال للتك؟ حد عنده مثال يوضح لنا التك متمثلة في إيه؟ هقول لكم. عارفين الحركة اللي هي اللي البعض بيعملها، بس طبعا كل ده بشكل انفولانتري نتيجة المسلس سبازم زي ما اتفقنا، يعني مش بيعملها الشخص قاصد بشكل غير إرادي أو لا إرادي. الحركة at the corner of mouth، الشخص بيبقى فيه زي رعشة كده، ها، عند حوالين فتحة الفم أو حوالين الآيس العين، واحد من العيون، بتلاقي في رعشه، في رفه كده او رعشه كده في جنب او في احدى جوانب الفم او العين. الحركه دي، الحركه الرفه او الرعشه دي او الهزه دي، الهزه اللي حصلت دي ناتجه من ايه؟ حصلت بالشكل الانفولانتري وناتجه من المسلس سبازم، نتيجه ايه؟ نتيجه سبازموتيك موتور موفمنت، نتيجه تقلص في المسلس. يعني يبقى علشان نفرق سريعا، انا عندي الستيريوتايبنج، عشان ثلاث حاجات دول انا بحب افرق بينهم او اقولك الضوء عليه. الستيريوتايبنج النمطيه في الحركه، الشخص بيقوم بحركه بشكل متكرر وعاجل وليس منها غرض وليس منها هدف ولا وظيفه بجسمه كله. المانيريزم هي لازمه حركيه في شكل عاده بتتم بالشكل اللا ارادي لجزء معين من الجسم او على شكل اشاره. التيك هي حركه لا اراديه ايضا بتحدث نتيجه الماسل سباس متقلص في العضله، والحركه دي اشهر امثله عليها بالرعشه او الرفه او الهزه اللي بتحصل يا حوالين الكورنر اوف ماوس يا حوالين الايس. عندي خلل اخر في الحركه ما يعرف به السليب ووكينج. السليب ووكينج اللي هو المشي او الحركه اثناء النوم، بعض الناس بنلاقيها
هي نامت في مكان، صحيت تاني يوم الصبح أو صحيت من نومها لقيت نفسيها نايمة في مكان آخر. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن motor activity during sleep، نشاط في الحركة حتى أثناء النوم، إن الشخص بينتقل أو بيتحرك من مكان لمكان آخر. طيب عندي دكتورة تفضلي يا محمد. بالله إذا سمحت، إن هذا الأمر يعني صار مع واحد شفته سبحان الله قريب من هذا الشيء، بس هذاك ما كان يتحرك، هذاك قام يتكلم وهو نايم ومو واعي على حاله نهائيا. إحنا لما سألناه بعد ما استيقظ قال ما بدريش، ما يعني مش شاعر، ما مو شاعر بحاله نهائيا، بس قام يتكلم يعني من النوم وهو مغمض عيونه بس يسولف. بيكون نايم وبيتكلم، يعني في نشاط لفظي اثناء. هو قام قاعد تقول قاعد معانا بيتكلم بس نايم باعتباره. بيتكلم بشكل عجيب وبصوت عالي بانفعال. يعني شو بكون مثلا تصنيفه؟ ده دائم يعني الوضع والنشاط ده اثناء النوم. كانه غالبا بيصير معه هذا الشيء اثناء النوم، حتى هو واعي لنفسه انه ممكن يصير هذا الشيء، فقال لنا قال انا ممكن بالليل يعني استيقظ او بدون استيقظ اصير اتكلم وانا نايم يعني بصوت عالي، وحقيقه صار معه. طيب ده بيكون كردود فعل او بيبقى مصاحب لي مشحنات او نوع معين من الضغوط في اليوم اللي احنا ما بنعرف عن تاريخه او الهيستوري تاعه، بس انه هو بين لنا هيك يعني، ومتكرر الامر متكرر معاه كثير. ما هو الأمر لو بيتكرر معاه كتير لازم يتاخد منه هيستوري عشان يتشاف، لأنه ده ممكن يكون نشاط unconscious. احنا عندنا زي ما احنا اتفقنا المنتال اكتيفيتي ليها ثلاث مستويات، الconscious والبري conscious أو subconscious والunconscious. واحنا نايمين البعض اللي بيغير من وضعيته أو بيتفاعل بالشكل ده بيكون تعبير عن اللي في الانكونشوس. الانكونشوس على مدار اليوم، العقل الباطن او محتويات العقل الباطن على مدار اليوم او على مدار الوقت قبل النوم، ايه الاحداث اللي مر بيها، ايه المواقف اللي مر بيها، هل كان في تفاعلات حاده، هل كان في مشحنات. تمام، علشان كده حتى احنا يعني من المفضل او بننبه على اولادنا او ايا كان الوضع ان ما يبقاش في احداث عنيفه يعني يمروا بيها او يتفاعلوا معاها، حتى على مستوى الدراما نوعيه البرامج او الماده اللي بيتفرجوا عليها في التلفزيون ما تبقاش فيها اكشن كتير وفيها دم وفيها هذا النوع من الدراما. ليه؟ لان كل ده بيترجم اثناء النوم بعد كده، يا اما نشاط حركي، يا إما فيما يعرف بالنايت ميرس أو نايت تيرورز كوابيس أو أحلام مفزعة أو التصريح ببعض العبارات أو التفوه ببعض العبارات. عايز يتشاف الوضع بالنسبة له إجمالا من اللي يتاخد هيستوري بشكل مفصل، هو إيه الظروف اللي بيمر بيها أو طبيعة الأحداث اللي بيعيشها على مدار اليوم أو مدار وقته شكلها إيه. فالنشاط عنده بالشكل ده على مستوى الانكونشس زائد يعني. كثير نعم. تمام، بعد كده عندي الاكاسيزيا. ايه هي الاكاسيزيا بقى؟ الاكاسيزيا لما نيجي نوصفها هي احدى السايد افكت او واحد من السايد افكت. السايد افكت المجموعه ايه؟ عندي مجموعه اسمها الانتي سايكوتيك. الانتي سايكوتيك من معناها انتي مضادات، فهي مضادات الذهان. احنا عندنا عنوان كبير قوي للميديكيشن اللي بتستخدم تو تريت سايكاتيك ديسوردر اسمها سايكوتروبيك ميديكيشن. السايكوتروبيك ده العنوان الرئيسي لمجموعات الادويه بتاعتنا. واحد من هذه السايكوتروبيكس اسمه انتي سايكوتيك. الانتي سايكوتيك مضادات الذهان او ما يعرف به الميجور ترانكيولايزر. ميجور ترانكيولايزر، ترانكيولايزر يعني مطمئنات. فالميجور ترانكيولايزر المطمئنات الكبرى. طيب مجموعه الميجور ترانكيولايزر او الانتي سايكوتيك بتشتغل ازاي؟ الميكانيزم اوف اكشن متمثل ان المجموعه دي بتعمل بلوك للدوبامين. الدوبامين ده ريسبتور، واحد من الريسبتورز، تمام؟ او النيورو ترانسميتر. ليه بتعمل بلوك للدوبامين؟ لان في حال السايكوزس، في حال الاضطرابات الذهنيه
وتحديدا الاسكيزوفرينيا او الشيزوفرينيا الدوبامين بيكون عالي، نسبة الدوبامين بتكون زيادة في حالة من الهايبر دوبامينيرجيك اكتيفيتي. تمام؟ فبيجي من هنا فكرة طبعا نتيجة زيادة الدوبامين بيبتدي المريض بيشتكي من السايكوتيك فيتشر اللي هي الأعراض الذهنية اللي هي متمثلة في الديليوجن والهالوسينيشن. طيب إذا إيه اللي هيحصل؟ إن مجموعة الأنسايكوتيك هتشتغل إزاي؟ تعمل بلوك للدوبامين، تقلل من نشاط الدوبامين، بس في المقابل هي مش بتعمل بلوك لريسبتور واحد، بتعمل بلوك لريسبتورز أخرى. لما يحصل بلوك أو المزيد من البلوك للدوبامين هينتج عنه حالة من الإمبالانس ما بين الدوبامين والريسبتور الأخرى منها الأستايكولين، فيبتدي المريض يشتكي من سايد إفكت محددة على تحديدا على السي ان اس، على السنترال نيرفس سيستم. ايه هي بقى السايد افكت اللي على السنترال نيرفس سيستم او السي ان اس؟ حاجه اسمها اكسترا بيراميدال سيندروم، اي بي اس، اكسترا بيراميدال سيندروم او اكسترا بيراميدال سايد افكت. الاي بي اس دي الاكاسيزيا واحده منها. تاني الاكاسيزيا قبل ما نوصفها هنشوف هي ناتجه من ايه. الأكاسيزيا واحد من السايد إفكت لمجموعة الأنتي سايكوتيك تحديداً على السي إن إس. وصلت الفكرة؟ يبقى السايد إفكت، يبقى الأكاسيزيا إحدى أشكال السايد إفكتس لمجموعة الأنتي سايكوتيك على السنترال نيرفس سيستم. طيب الشخص اللي عنده الأكاسيزيا إيه مشكلته؟ إيه اللي هيظهر عليه؟ هيظهر عليه حالة من الريستلسنس، كوز ريستلسنس. يعني ايه ريستلسنس؟ عدم الاستقرار. يعني ايه عدم الاستقرار؟ يعني في بيسنج، في حركة سريعة، في بالشكل الانفولونتري ايضا ريبيتد سيتنج اند ستاندنج. خلاص الشخص ده يقعد ويقف، يقعد يقف يقعد يقف كده، عارفين اللي هو ايه؟ ما فيش استقرار لوضعيه معينه لمده من الزمن، لا يقعد يقف يقعد يقف يقعد يقف وهكذا. يبقى في هنا عندي ايه؟ في حاله من الريستلسنس معاها مقترنه بيسنج، حركه سريعه. ده ايه؟ ده معنى الاكاسيزيا. اذا الاكاسيزيا هو احدى اشكال السايد افكت اللي ناتجه من مجموعه الانسايكوتيك مضادات الذهان نتيجه حدوث حاله من الانبالانس ما بين الريسبتورز، وهذه السايد افكت على السنترال نيرفس سيستم. الشخص مشكلته ايه؟ مشكلته بيسنج، حاله من ريستلسنس، بيسنج ريبيتد اند انكنترولد وبالشكل الانفولونتري ايضا سيت اند ستاند. الكومبالشن يعني ايه كومبالشن بقى؟ في ناس كان عندها موضوع الاو سي دي، الاوبسيسيف كومبالسيف، صح؟ الاساينمنت بتاعها او السيمينار بتاعها. يعني ايه كومبالشن؟ الكومبالشن يعني القهر، معناها بالعربي القهر. مش الاو سي دي، الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، اضطراب الوسواس القهري، صح ولا لا؟ صحيح يا دكتور. يبقى زين الكومبالشن يعني القهر. القهر ده جاي منين؟ جاي من داخل الشخص نفسه، يعني مفيش حد هو بيجبره على القيام باكشن معين، لا ده هو الاجبار جاي من داخله. فاذا هنا بالشكل uncontrollable، بالشكل الغير يعني الغير قابل للسيطره، في عندي امبلس عن انا نفسي او الشخص اللي عنده الكومبالشن عنده رغبه، عنده دافع داخلي مش قادر يسيطر على هذا الدافع او هذه الرغبه بايه؟ تو بيرفورم ان اكت، للقيام بعمل معين، للقيام بعمل معين. اكت ريبيتيتلي يعني بشكل متكرر. فاذا القهر او الاجبار ورغبه من داخل الشخص مش قادر يسيطر عليها عشان يقوم باكشن معين. هوضح لكم بكره ان شاء الله في محاضرتنا، عشان لازم هربطها بالاوبسيشن عشان اوضحها اكتر. يعني لازم هربط الكومبالشن وقبلها اتكلم عن الاوبسيشن. خلينا بقى دلوقتي نشوف توزيعة السيمينار من حيث الوقت.
نبتدي. انتوا 11/8 الميد، تمام كده؟ نبتدي قبل ولا بعد رايكم؟ انا كنت كده كده حاطه في الـ في الـ في السكادجول مبدئيا نبتدي من 10، لان الاسبوع بعد العيد ان شاء الله هيكون بدايته لحد 9، فكنت حاطه بعين الاعتبار نبتدي 10. فحابين ولا نخليها بعد 11؟ خليها بعد 11 يكون اريح لكم، تكونوا خلصتوا الامتحانات والامتحانات كلها خلصت. صح دكتور؟ احسن. خلاص نتوكل على الله، ما عنديش مشكله. طيب مين يعني نقول ابتداء من يوم 12؟ انا عندي 9 10 11، يبقى 12 12 اللي هو هيجي يوم 4 بامر الله. يوم 4 12 8 4 احنا مستعدين يا دكتوره. طيب مجموعه محمد وخديجه يبقى 12 8. واو معانا خليل كمان يا دكتوره. زودتوا معاكم خليل؟ خليل معانا. نعم ثواني. لا ما فيش خليل في المدرسه. هو معانا عفوا معانا يا دكتوره. والله عارفه بتصدق وتعمل باللي كنت متوقعه. انا قلت لا انا ما سلمش عقلي لحد، راجع القايمه عندي. عادي يا محمد. تأثير الصيام. خلاص يبقى خديجة ومحمد حمزة بس موضوع الأوتيزم 12/8. في حد تاني؟ يبقى التاريخ اللي بعد كده هيكون بسم الله الرحمن الرحيم 9، يبقى 16 في الشهر الحد اللي بعده. مين حد ولا أنا حدد بشكل عشوائي؟ ها دكتورة ضياء وأسماء الزهايمر. سوي ضياء وأسماء امتى؟ 16؟ 16 أكيد. إن شاء الله. في عندنا 17، في نورس ونريمان جايزين يا نورس؟ أنت ونريمان؟ دكتورة عادي ما في مشكلة. أنا 17؟ شو التاريخ دكتورة؟ نعم سوي 17 نورس ونريمان 17 الاثنين 17/8 هيجيهم الاثنين ان شاء الله. طيب مين تاني عندنا؟ علاء وحلا. يا حلا. نعم دكتوره معك. تكوني يا حبيبتي جاهزه على يوم 18 ان شاء الله. ان شاء الكريم ان شاء الله. خلاص ابقى حلا بعون الله. حلا 18/8 يوم الثلاث. وعلاء. حلا وعلاء. طيب حلا وعلاء. في عندي مين؟ عايشة. دانا وعايشة. نعم أنا وعايشة. دانا وعايشة هتبقى 4/19/8. خلاص تمام إن شاء الله. خلاص طيب. مين تاني قبل الوقت ما يخلص عندي؟ أحمد الجبالي. أحمد الجبالي وفداء. هتبقى أنتوا كده إيه 23 تمام عن البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر لحد 23. اوكي ان شاء الله دكتوره. ان شاء الله. في تاني اوس معانا؟ اوس موجود. سيارة روان دكتوره. روان وزين. روان وزين. روان روان 20/8 الاثنين. خلاص ان شاء الله. طيب اوس وعبد المحسن. اوس وعبد المحسن. مين دكتوره؟ سناء. سناء. سناء هتكون يا سناء 21 يا حبيبتي الثلاث. احنا عايزين نخلص على فكره بعون الله، عايزين نخلص في الاسبوع ده، يعني انا باقي عندي الاربع بس علشان الاسبوع اللي بعده هتبقى بدايات الفاينل المفروض على التقويم. دكتوره في انا ورانيا ساجده. رانيا وساجده خليكم 22/8 ل4. ماشي ماشي. بس باقي عندي اوس وعبد المحسن، مش موجود حد فيهم؟ أوس وعبد المحسن هخليهم ضمن أي توقيت إن شاء الله لما هم مش موجودين يوم بعد العيد إن شاء الله مباشرة. بعد العيد مباشرة هخليهم مع أي مجموعة أخرى بس للاحتياط. للاحتياط تمام. الناس اللي هي ابتداء من الأسبوع اللي هو 23/8 لغاية آخره يبقوا جاهزين برضو، يمكن نقدم قبل يمكن. خلاص يحصل اي تغيير على الجدول ولا حاجه ما نضمنش ايه الظروف، فتكونوا جاهزين في كل الاحوال. اوكي اوكي بامر الله تعالى. يلا كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا دكتور. وعيد سعيد وربنا يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال يا رب. وندعي لبعض واحنا ان شاء الله على الفطور بامر الله تعالى. ان
ان شاء الله ربنا يكرمكم هذه الايام على خير.